فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى وطاعته كما أمرنا بذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، في سير السلف الصالح عبرة لأولي النهى والبصائر، وفي تذكرهم حياة للقلوب وتنبيه للعقول، أليسوا هم المثال الحي الذي تجسد الإسلام حتى عرفه الناس كما ينبغي أن يعرف؟ أليسوا الذين عرفوا الله حق معرفته فوهبوا له حياتهم كلها لا شريك له، وعرفوا دينه فجعلوه منهاجهم الذي لا يحيدون عنه، وعرفوا نبيه فاتخذوه قدوة وإماما يأتمون به، وعرفوا كتابه فحفظوه في الصدور ووعوه في القلوب وطبقوه في سائر أعمالهم وأقوالهم، واتخذوه حكما وصراطا مستقيما. فيا ليت شعري: أين الذين إذا ذكروا تهللت لذكرهم الوجوه وانشرحت لهم القلوب وفاضت لأجلهم العيون؟ أين الذين إذا تهادى ذكرهم فاح الأريج كأنهم قد عادوا؟ ننتخب اليوم واحدا من هؤلاء، إنه أحد الرجال الأخفياء الذين عاشوا في الظل بعيداً عن أضواء الشهرة، فكان واحداً ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. نتحدث اليوم عن واحد من التابعين الأفذاذ الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتسلموا الراية من أيديهم، لكنه ليس كأي واحد من الناس، بل هو رجل بشر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فسماه باسمه وجلاه بوصفه وأمر الصحابة بالسؤال عنه والتعرف عليه وطلب الدعاء منه. فمن هو هذا التابعي الذي يسأله الصحابة الدعاء لهم وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويكون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه معجزة من معجزاته، فهو لم يلقه وإنما تلقى خبره عن الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس،
وله والدة، وكان به بياض أي برص، فمروه فليستغفر لكم، رواه مسلم. أويس القرني رجل آتاه الله من الإيمان والزهد في الدنيا حظا عظيما، إنه أنموذج من نماذج الصدق مع الله تعالى والتجرد من حدود النفس الدنية التي تراود الإنسان في عمله، الذي ينبغي أن يكون هذا العمل أن يخلصه لله تعالى. ولك أن تعجب أيها المسلم من خفاء سيرة هذا التابعي الجليل علينا، حتى إن التاريخ لم يستطع أن يظفر بتفاصيلها من شدة حرصه رحمه الله تعالى، من شدة حرصه على التخفي عن عيون الناس، بل من عاصروه تعبوا في العثور عليه مع حرصهم على ذلك بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطلب الدعاء منه. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن أسير بن جابر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن وهم المتطوعون للجهاد في سبيل الله، سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رحمه الله تعالى فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، أي من قبيلة مراد، ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال له سيدنا عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة يا أمير المؤمنين. قال: ألا أكتب لعاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس، أي في عامتهم، أحب إلي يا أمير المؤمنين. يروى أن عمر رضي الله عنه عرض عليه نفقة من عطائه وكسوة من ثيابه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أصنع بالكسوة؟ أما ترى علي إزاراً من صوف ورداء من صوف؟ متى تراني أخرقهما؟ أو ترى أن علي مخصوفتان؟ متى تراني أبليهما؟ إني أخذت من رعاية الإبل 4 دراهم، متى تراني آكلها؟ يا أمير المؤمنين، إن بين يدي ويديك عقبة كؤودا لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزول، فأخفف رحمك الله. لما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الأرض، ثم نادى بأعلى صوته: ألا ليت عمر لم تلده أمه، يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حملها، ألا من يأخذها، أي الخلافة، ألا من يأخذها بما فيها وما لها؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين، خذ أنت ها هنا حتى آخذ أنا ها هنا. فولى عمر ناحية مكة وساق أويس إبله، فوافى القوم بإبلهم وخلى الرعاية وأقبل على العبادة حتى وخلى عن الرعاية وأقبل على العبادة حتى لحق بالله عز وجل. زهد في الدنيا نادر، مع أنه
قد عرضت عليه هذه الملاذ دون استشراف ولا طلب، ومن حاكم المسلمين فلا بأس من أن يأخذها شرعاً، ولكنه آثر أن يبقى مبتذلاً بعيداً عن إغراءات الدنيا مهما كانت قليلة. ولكن ما سر بقاء قدر من الدرهم من البرص في جسده؟ علمنا عباد الله أنه كان من أولياء الله الصالحين الذين يعرفون قدر نعمة الله تعالى، وكان مجاب الدعوة، وكان كما دل على ذلك الحديث الصحيح المذكور آنفا. تقول إحدى الروايات أنه دعا الله تعالى أن يشفيه من البرص ثم قال: اللهم دع لي في جلدي منه ما أذكر به نعمتك علي. فترك له ذلك الأثر قدر درهم ليتذكر نعمة العافية. كم من إنسان يا عباد الله كان مريضاً، كان عليلاً، توسل إلى الله تعالى أن يشفيه، فلما من عليه بالشفاء عاد يعصي الله بنعمه التي من بها عليه. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زُجِّن للمسرفين ما كانوا يعملون. كان من صفات هذا التابعي التي أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه عرف فضل البر بأمه ووصية الله تعالى بذلك، في مثل قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كان رحمه الله يخصها ببر عظيم استحق معه قربه من الله تعالى ومحبته التي من عليه بأهم صفة من صفات العبودية وهي الإخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصار يفر من الرياء والسمعة والشهرة ولا يطمع في مال ولا جاه، ويحرص أن يكون جندياً خفياً في صفوف المسلمين لا يعرفه أحد. يؤكد هذا ويزيده جلاءً ما رواه مسلم في صحيحه أنه لما كان من العام حج رجل من أشرافهم فوافى عمر، فسأله عمر رضي الله عنه عن أويس فقال: تركته رت البيت قليل المتاع. فقص عليه عمر ما سبق ذكره من خبره، ثم قال له: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما عاد الرجل إلى الكوفة أتى أويساً فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفر لي. فلما أخبره الرجل أنه لقي عمر وأنه حدثه بأمره لم يجد بُدًّا من أن يستغفر له. فلما رأى أويس أن أمره لم يبق سراً وأن خبره قد داعى وشاع وأن الناس يتحدثون بحديثه ويكثرون التردد عليه ويطلبون دعاءه يطلبون استغفاره، انطلق على وجهه مستخفياً عن الناس. قد روي أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يوماً فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه وجده عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟
قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اليسير من الرياء شرك، اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قال الذهبي في التلخيص: صحيح ولا علة له. لابد من التنبيه يا عباد الله على أن طلب عمر رضي الله عنه الدعاء من أويس لا يدل على فضل أويس على عمر، بل عمر رضي الله عنه أفضل منه، ولكن يدل على فضل أويس رحمه الله تعالى، ويدل على صدقه وإجابة دعائه. وطلب الدعاء من الأدنى جائز يا عباد الله، وهو ما حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه أيضا مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حين استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، فأذن له النبي وقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي. عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أخبار أويس مع قلتها في كتب التاريخ بسبب تخفيه عن الناس لم تنتهي عند هذا الحد، بل أوردت كتب الزهد كثيراً من كلماته الرائعة، تلك الكلمات التي قالها في الزهد والعبادة والإخلاص والخوف من الله تعالى. من ذلك أنه كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب، ثم يقول: اسمعوا بالله عليكم وقارنوا أنفسكم بهؤلاء العظماء، قارنوا أنفسكم قارنوا أنفسكم بهؤلاء العظماء، يعني الفضل الزائد من ثيابه والفضل الزائد من قوته كل يوم يتصدق به، ثم لا يزال يشعر بالمسؤولية، يشعر بالمسؤولية أمام الله تعالى، فيتجه إلى الله داعياً. ماذا يقول؟ ماذا بأي كلمات يخاطب ربه؟ يقول: اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به. يعني الآن بيوتنا ملأى بالطعام، وجيراننا يعني كثير من الجيران مرات لا يجدون قوتهم، لكن لا أحد ينظر إليهم، لا أحد يعتبر بهم. هذا الرجل العظيم، هذا التابعي الجليل، يتصدق بما زاد
من قوته كل يوم وما زاد من ثيابه، ثم لا يزال يشعر بالمسؤولية وأنه سيحاسبه الله تعالى عن الناس الجائعة وعن الناس التي لا تجد الثياب لكي تلبس، ثم يتجه إلى الله تعالى فيقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. قال هرم بن حيان له يوما: أوصني. ماذا قال له؟ قال: توسد الموت إذا نمت، توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. تشير الأخبار إلى أنه بقي مجاهدا في سبيل الله، حريصا على ألا يفطن إليه أحد في أيام عمر وفي أيام عثمان رضي الله عن الجميع. في موقعة صفين نادى مناد من أهل الشام: أفيكم أويس القرني؟ قال: قلنا نعم، وما تريد منه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أويس القرني خير التابعين بإحسان. الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ آخر. وكان وجود أويس في صفوف علي دليلاً لهذا الرجل على أن علياً على الحق، وأنه كان مع الحق. الصالحون لا يتأخرون في معركة الحق، أولياء الله الصالحين لما تكون في معركة، أي معركة في الدنيا لابد، يعني فيها من طرفين، فيها حق وباطل، تجده يقف في صف الحق، لا ينام ويقول هذه دماء وهذه من ليش عارف شنو، يعني يجب أن يقف وأن يقول كلمة الحق. سيدنا أويس وقف مع الحق، وقف مع سيدنا علي وقاتل معه، فعطف دابته ودخل معه المعركة. ثم نادى علي رضي الله عنه: من يبايعني على الموت؟ فبايعه 99 رجلا. فقال: أين التمام؟ أين تمام المئة؟ فجاء رجل عليه أطمار صوف محلوق الرأس فبايعه، فقيل: هذا أويس القرني. فما زال يحارب حتى قتل 37 رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. هكذا كان أويس القرني، رفعته صفات جليلة إلى مرتبة الأتقياء، الأنقياء الأخفياء. آثر أن يحيا حياة الزاهدين، أخفى كل أعماله الصالحة بينه وبين الله تعالى. وهذه الخصال من البر والتقوى والزهد والتقشف وإخفاء الحال عن الناس هي من خصال العارفين بالله، من خاصة الأولياء، كما يقول الإمام النووي في شرحه: فكم عالم يتعلم العلم ويعلم الناس ليقال عالم، وكم غني يتصدق وينفق ليقال كريم، وكم من قوي شجاع يقاتل ليقال شجاع، وكم متزهد متعبد ليقال زاهد عابد. لذلك كان هؤلاء الذين ذكرنا من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حين قال له ناتل أخو الشام: يا أبا هريرة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته،
قال كذبت، وإنما أردت أن يقال فلان عالم، فلان قارئ، فقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من شيء تحب أن أنفق إلا أنفقت فيه لك يا الله. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه في النار. وقال الوليد أبو عثمان، فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث. قال أبو عثمان، وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافاً لسيدنا معاوية رضي الله عنه، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا الحديث عن أبي هريرة، فقال معاوية، قد فعل بهؤلاء هذا الذي ذكرت، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى، معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يفعلون وما كانوا يعملون. إننا أيها الأحبة في الله، إذا استعرضنا مثل هذه السير ليس لنا من هدف سوى ما ذكره الله تعالى في كتابه، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنعرض حياتنا جميعاً على مثل هذا التابعي العظيم لنكتشف الخلل، ولنراجع النوايا، ولنقبل على الله تعالى كما يجب ويحب سبحانه وتعالى. عباد الله، يعني بعد خروج تقرير الأمم المتحدة والقصف الذي حدث وقتل الشباب واعتراف الأمم المتحدة، لأن الليبيين الآن ما عادش يعترفوا بإخوتهم الليبيين لما يقولوا هذا القصف من جهة فلان أو من جهة كذا يكذبون. لكن لما صدر هذا، الذين يدافعون والذين قالوا هذا ضربهم فلان ومش ضربهم فلان، الآن يجهزوا نفسهم. ربي في القرآن قال ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. كل إنسان دافع عن هذا المجرم عليه أن يعد جوابا لله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. إذا مررت خزعبلاتك أنت تعرف من هو الظالم، لكنك تتستر، لكنك تدافع عن الباطل. جهز نفسك لأنك ستقف بين يدي الله، وعندها لن تكون لديك حجة أمام الله، لن تكون لديك حجة. يعني تشهد عليك أيديكم وأرجلكم، كل شيء يشهد عليك يا رجل. الآن ثبت يعني هذا تقرير الأمم المتحدة قالت هو الذي ضرب هؤلاء الطلبة الذين يتدربون أبرياء. ثم ماذا بعد ذلك؟ الآن النفط يغلق النفط على الليبيين، بعد بدأت الأمور تتحسن والأحوال بدأت تتحسن، كان هو السبب في رفع الدولار ورفع المعيشة، الآن يغلقون منفذ الأصل للشعب الليبي كله. لكن نقول لهم من شق على المسلمين، نسأل الله تعالى أن يشق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من شق عن أمتي فاشقق عليه، اللهم من رحم أمة محمد فارحمه يا الله، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بحفتر وأعوانه يا رب العالمين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين،
وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وحد صفوف المسلمين، قوي شوكتهم، اجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا أكرم الأكرمين. اغفر لحينا وميتنا، حاضرنا وغائبنا، ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. أقم الصلاة يرحمك الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.